السلام عليكم. اليوم غادي نشرحوا طريقه ديال اطفاء واحد الحاسوب تلقائيا. هاد القضيه هذه كنحتاجوها حيت كيكون عندنا ان تيليشارجمون ولا شي انستالاسيون كيكون فيها بزاف ديال الوقت. عندنا هاد لوجيسيل، هذا هو اكزيكوتابل، يعني ما كيحتاج اننا نانستاليه. بحال انا عندي هنا واحد تيليشارجمون فيها تقريبا ساعتين و 45 دقيقه. غادي نضبط هاد البرنامج هذا على ساعتين و 45، غادي نضبطو على حسب 3 السوايع وطفى ليا الجهاز بلا ما نحتاج انني نوض ولا هاد. كنضبط على 3 السوايع وكندير ليه ديماري. الا بغيت نانولي هاد القضيه كندير كيتي شات داون. السلام عليكم ورحمه الله، والى شرح قادم ان شاء الله.